معنا ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء أغنية شارك يلا لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت شعار لو ملكش صوت في بلدك عمر ما بلدك هيكون ليها صوت. نشر المركز هاشتاج شارك أندرسكور صوتك هيوصل هاشتاج انتخابات أو الانتخابات أندرسكور الرئاسية، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية اللي هتبدأ المقرر أنها تبدأ يوم 16 مارس الجمعة غدا بإذن الله في الخارج، و26 مارس الجاري في الداخل ولمدة 3 أيام. صوت في بلدك عمر ما بلدك هيكون ليها صوت. انزل الانتخابات الرئاسية 2018، الهيئة الوطنية للانتخابات. شارك صوتك هيوصل. شارك صوتك هيوصل. وبلحظة كله بس الموبايل خلاص، يعني خلاص تطورنا ووصلنا لمرحلة تانية خالص. فينا ايام انتخابات زمان كنت شفتي طبعا هذه الرؤية حوالين السوشيال ميديا، بس يعني دي برضو محاولة ذكية من ان احنا نواكب اللي بيحصل وان احنا نجذب شريحة اكبر، خاصة من اللي يعني دايما كده اللي بيبقوا زي بيقولوا قاعدين على الانترنت ليل ونهار بينفصلوا احيانا عن الواقع الخارجي، فدي برضو مهم لمخاطبة كل الشرايح المختلفة.